رغم غزو الكتب الإلكترونية وسهولة الحصول عليها، ما زال لعبق هذه الكتب الورقية ورائحتها سحراً خاصاً للقراء. هنا في شارع الحلبوني، حيث تتوزع المكتبات على جانبي الطريق منذ عشرات الأعوام وتلفت أنظار المارة. والله الإقبال زاد، لأنه يعني بيقولوا لي إنه الكتاب فيه يعني متعة أكثر، يعني بيوضح بيفهم أكثر الكتاب. يعني بالنسبة للقراءة، ما اليوم شوي صارت أصعب لأنه غلى الأسعار، غلى الورق، بس مع ذلك في كمية كبيرة من القراء الحمد لله لحد اليوم. يعني مع ذلك يعني إنه في غلى كتير، بس في مين يقرأ اليوم يفتح كتاب، لأنه عندهم الكتاب أهم من الخبز. ناس معينة يعني هنا نكتار الحمد لله، في ناس بعيدة عن الموضوع إنه معقول لليوم في مين يقرأ، في مين يقرأ الحمد لله، إنه هي قراءة جسر للحياة. اليوم يعني أنا بحسن يعني من استقرائي للواقع، فيك تقولي في ارتداد على الكتاب الورقي، لأن الإلكتروني ما بيأدي بالغرض الكامل. ممكن يعني كعلم، كمتابعة بدقة، كمعلومات دقيقة 100%، الكتاب الإلكتروني فيه يعني شيء من المشاكل، ألا للمضطر جدا يعني. والله الإقبال كل ما عم يصير ضعيف، مشان هو اللي احنا يعني زبايننا كلهم طلاب جامعة، الإقبال شوي ضعيف لأنه من مرة النت عم ينزلوا الكتب على النت وعلى الموبايل، وشان المادة يعني. الكتب الإلكترونية الآن بداياتها، لكن الكتب الإلكترونية يا سيدتي هو ما في أفضل أكيد من الكتاب الورقي، ما في أفضل. مو لأن الكتاب الورقي يعني جيد أو شيء، لا، لأني يعني سهل التعامل معاه، بتقدري ومعتادين عليه، وبتقدري يعني بصورة يعني أسهل لقراءته والتعليق عليه والكتابة والكذا. لكن هلا أكثر الكتب الإلكترونية PDF ما بتقدري حتى تاخدي منها بعض المقاطع اللي أنت بحاجة إلها. لكن هو أعتقد أنا نحن ماشيين بهذا الاتجاه، يعني الحياة ماشية باتجاه الكتب الإلكترونية. احتضنت أرصفة الحلبوني ورفوف مكتباتها جميع أنواع الكتب، كذلك المتعلقة بالدين أو الأدب أو الشعر والعلم والفن والخط وغيرها. بفضل الصراحة الورقية لأنه بحسها ممتعة أكثر، بحسها أنه بتفوت يعني بكلماتها بتدخل لجواتي أكثر، بتكون أوسع ومعلوماته ما بتحمل الخطأ وما بتنتسى. أما الإلكترونيات أحيانا بيكون فيها أخطاء بالنقل، أخطاء بالنقل المعلومة من الكاتب، وتمحى مع الوقت الجوال. أنا من الجيل اللي عاصر الاثنين يعني، بس لهلأ أفضل الورقية أكيد. يعني الكتاب هيك له وهرته وله وزنه يعني، تمام، وبتحسي يعني في تفاعل بينك وبين الكتاب يعني، وبتحطي ملاحظات عليه وبتخططي وكذا. الكتاب الإلكتروني يعني أول شيء صعب القراية بالنسبة للإضاءة تاع الشاشة مثلا، ما كتير بقدر يعني اتحملها. ومثل ما قلت لك يعني بضل الكتاب الورقي حن أكثر يعني. مهما تطورت الوسائل التقنية، يبقى للكتاب الورقي مكانته الخاصة، فهو يشكل جسر عبور وعلاقة ما بين القارئ والنص، ويجسد بعدا ماديا للمنتج الثقافي، ويبقى لهذا الشارع علامته المميزة في دمشق موسومة باسم الكتاب.